बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बुक अलरबियत बैन यदीक पेज नंबर 201 ऑन पीडीएफ। अदरस वाहिद व 61 लेसन अलकलाम इन स्पीक अतदरीब अव्वल फर्स्ट एक्सरसाइज तबादल हवारा मा जमीनी का कमा फिल मिसाल एक्सचेंज डायलॉग विद योर कलीग एज इट इन द एग्जांपल। इला अइन तज़हबु या अहमद, ओ अहमद वेयर आर यू गोइंग। अज़हबु इला अल मदरसा, I am going to the school. Al waqtu mubakkirun al ana, it is too early at the moment. Second student, al madrasatu baidatun anil baiti, the school is far away from the school. Hal tazhabu bis sayara, are you going by bus? La azhabu bil hafila, no, I go by bus. So start this dialogue. May I join you in the dialogue or you will complete it yourself? I'll complete myself. Okay. Start. Haltas habu. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى المكتبة. الوقت مبكر الآن. المكتبة بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. إلى أين تذهب يا خالد؟ أذهب إلى المختبر. What does it mean, المختبر؟ Laboratory. المختبر. الوقت مبكر الآن. المختبر بعيد عن البيت. إلى أين تذهب يا محمود؟ أذهب إلى المسجد. الوقت مبكر الآن. المسجد بعيدة عن البيت. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. إلى أين تذهب يا أحمد؟ أذهب إلى الكلية. الوقت مبكر الآن. الكلية بعيدة عن البيت. إلى أين تذهب يا أسامة؟ أذهب إلى الجامعة. الوقت مبكر الآن. المدرسة بعيدة عن الجامعة بعيدة عن البيت. Okay. هل تذهب بسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. Okay. تدريب ثاني. This require more than one college student, so we skip this question. تدريب الثالث. أجيب عن الأسئلة مستعينا بالصور. Answer about the question مستعينا using the picture. So answer these questions. متى يستيقظ أحمد؟ أحمد يستيقظ 4 ساعات. الساعة الرابعة صباحا يا فجرا. الساعة الرابعة فجرا.
الساعة الرابعة فجرا. أين يصلي الفجر؟ فجرة. أين يصلي الفجر؟ يصلي الفجر في المسجد. أين يذهب أحمد؟ يذهب إلى الجامع، إلى المدرسة أو الجامع. اوكي. أين أحمد الآن؟ أحمد في الفاصل. ماذا يدرس أحمد؟ هي ستادينج العربية بين يديك. ماذا يدرس العربية بين يديك؟ ماذا يقرأ أحمد؟ يقرأ القرآن. اوكي. then التدريب الرابع، اكمل الحوار. so complete this dialogue. أنا طالب. أين تدرس؟ أدرس في الجامعة قاهرة. القاهرة. أين كلية أنت؟ هل أنت في كلية المهندس؟ هل أنت في كلية الهندسة؟ هل أنت في كلية الهندسة؟ نو 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 لا، هل في كلية أنت أو هل أنت في كلية الهندسة؟ or you can also say هل تدرس في كلية الهندسة؟ تدرس في كلية الهندسة؟ لا، في كلية الطب. الآن سأكون طبابا. wrong. سأكون mean I will become. هل أنت ستكون هل ستكون طبيبا بعد الدراسة؟ هل أنت ستكون طبيبا بعد الدراسة؟ نعم، سأكون طبيبا. There is no need of anta here because satakunu. We are using ta in the satakunu, and this ta is mean second person male. Okay. هل ستكون طبيبا بعد الدراسة؟ Yes. نعم، سأكون طبيبا إن شاء الله. كم أيام كم أيام أيام هات في مد في جامعة. Okay, remember that whenever we use the word come
After that, we have to use a singular word, okay? So, ayam is a plural word, you will say. And also remember that after come, the next word will be in mansub state. Mansub means it should have fatha or two fatha tanween. So, we will say come yawman. Come yawman tadrusu fil usbu'i. Use singular word after the word come, okay? كم يوما تدرس في الأسبوع؟ أربعة أيام في الأسبوع. اوكي. التدريب الخامس هاتي جملا كما في المثال. مريم طالبة تركية. مريم is a Turkish student. تدرس في جامعة الأم القرى. She studies in the University of Umulkura في كلية التربية in the Faculty of Education. She study in the University of Umulkura in Faculty of Education. So next sentences. أحمد طالب مالاجي تارب مالاجيا ماليزي يدرس في مالاجي يدرس اللغة العربية يدرس في جامعة أم القرى في كلية اللغة العربية في كلية اللغة العربية. زينب طالبة باستانية تدرس في جامعة أم القرى في كلية المعلوم. معلوم نا علوم العلوم science yes أنوالي طالب سوري سوري يدرس في جامعة سوري يدرس في جامعة أم القرى في كلية الحاسوب في كلية الحاسوب اوكي صالحة طالبة مثلية تدرس في جامعة أم القرى في كلية الطب okay. في كلية الطب then تدريب السادس أجيب عن الأسئلة التالية answer about the following question هل أنت طالب؟ نعم أنا طالب هل أنت مدرس؟ لا أنا طالب في أي مدرسة تدرس؟ في مدرسة واتساب تقوى okay you study on WhatsApp so you can say في مدرسة واتساب okay في أي جامعة تدرس؟ في جامعة واسط جيد في أي كلية تدرس؟ في كلية اللغة العربية ماذا تدرس؟ اللغة العربية Oh, you can also say العربية بين يديك ودروس اللغة العربية okay. كم يوما تدرس في الأسبوع؟
ستة يوم. أدرس ستة أيام في الأسبوع. أوكي، أيام، أدرس ستة أيام. يوم، يوم is a singular and أيام is plural. كم حصة تدرس في اليوم؟ What does it mean, his sort of? period، class period. Okay. واحد. اوكي، ادرس واحد حصات. ادرس حصة واحدة في اليوم. اوكي، متى يبدأ العام الدراسي؟ العام لا درس العام الدراسي. عام دراسي mean education year. When does the education year start? Do you remember when we started? Okay. So يبدأ العام الدراسي في شهر أكتوبر. Okay. Then متى ينتهي عام الدراسي؟ انتهى دراسي في شهر يناير. جنوري من يناير. يناير ينتهي العام الدراسي في يناير. Or we will hope we will finish in February. Okay. متى عطلة الأسبوع؟ عطلة Holiday. When is the holiday of the week? يوم السبت ويوم الأحد. أوكي، متى الاختبارات؟ اختبارات لابراتور. بيبر، اختبارات من بيبر، تيست. ممكن سي في شهر شوال شهر الشوارع. الاختبارات في شهر شوال. اوكي، متى يبدأ اليوم الدراسي؟ اليوم الدراسي أبدأ بعد صلاة الفجر. اوكي، يبدأ بعد صلاة الفجر. اوكي، متى ينتهي يوم الدراسي؟ ينتهي الساعة السابعة. سابعة. أوكي، ماذا تفعل في الاستراحة؟ بريك، الاستراحة. بريك، ريسس. اوكي. أفعل في الاستلاهة أقرأ الكتب في الاستراحة، ألعب كرة القدم في الاستراحة، ألعب كرة الطاولة في الاستراحة. You can say thing like that. Okay. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى
إلى المدرسة بعد صلاة الفجر؟ اوكي، هل تذهب بالحافلة؟ لا، أذهب بالقدم. اوكي. أمشي إلى المدرسة. اوكي، أين جامعة أم القرى؟ جامعة أم القرى إلى الوسط. اوكي. On the next page we have Al-Kiram in reading. We will skip this page, useless page. Then next page 2 and 5, تدريب الثالث سل بين الجملة والصورة المناسبة. Join these sentences with picture. أحمد يذهب المدرسة ويذهب بالحافلة. Will be said picture. اوكي. أنا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. Will be fourth picture. اوكي. Third of fourth أنا picture. اوكي. طالب. Fourth picture, correct. أنا طالب في كلية التربية في جامعة أم القرى. اوكي. Will be the festival. اوكي. زينب تذهب إلى البيت، تذهب بالسيارة. Second picture. Okay, now read the next question. التدريب الرابع يصل بين السؤال والجواب المناسب. Join the question with appropriate answer. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. صباحا. اوكي. متى يبدأ العام الدراسي؟ يبدأ في المحرم. إلى أين تذهب الآن؟ أذهب الآن إلى المكتبة. الآن. الآن. متى يبدأ العام الدراسي؟ يبدأ في المحرم. Yes. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 14. أصلا. اوكي. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أقرأ كتابا أو صحيفة. اوكي. We'll stop here. Inshallah, we'll start from page number 206 tomorrow. Okay.